مبروك. الحمد لله يا ربي كلنا تفجعنا وقعدنا كحدنا بالحادثه اللي صارت البارح في سبيطار صفاقس، حادثه اختطاف رضيعه بنيه بنت انهارين، خطفتها امراه دونك. والحمد لله اليوم الصباح فرحوا قلوب الام والبو خاصه والتوانسه الكل بخبر انه تم العثور الحمد لله عليها سالمه غانمه. خلينا ناخذ معنا بوها موجود توا حاليا في سبيطار صفاقس. مرويني مرحبا بيك بنعيفه سمرويني، صباح النور، لاباس عليك سيدي؟ والله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله عليها. نحن نشكركم ونشكروا الامل ونشكروا تونس كامله بصفه عامه، ونشكركم انتم وبارك الله فيكم يا اخويا على التدخلات وعلى ونشكر زاد الامن بصفه عامه، ونشكر تونس ونشكركم بارك الله فيكم. سي مرويني يفضلك يا سيدي، الحمد لله عليها يعيشك يا سيدي. شنو سميتوها البنية قبل؟ خلينا نلقاو الاسم. والله يا ام في بلد بكري سما سهلة، وكنا ماشي بدلوا الاسم قال لك بالك مش موافق على الاسم فيها. هي باش يبدلوا لها الاسم معناها هي في الخير هذا. شنو باش يسميوها؟ سلام. شنو قررتوا تسميوها توا بعد الحمد لله ما رجعت لبيت؟ هيبه ولا نسيمه والله كنا ماك في بلد ان شاء الله يا ربي يفضلها لكم ويرزقكم بها. سي مرويني معناها احكي لي، انت هزيت المدام للسبيطار، انتم من العامره ولا منين؟ من العامره. من العامره. جبت المدام باش تولد، كيفاش وصلك الخبر نتاع البنية؟ علموني جماعة النجدة ما حكى يجي الأربعة، قال لنا رانا عثرنا عليها في الأخرى في هذه. لا قبل ما يقولوا لكم، قبل ما يقولوا لكم لقيناها اليوم الأربعة نتاع الصباح، كيفاش سمعت أنت موجود في السبيطار؟ كيفاش سمعت بين البنية خطفوها من السبيطار؟ كلمتك المدام؟ أنت كنت موجود غادي؟ كيفاش؟ موجود أنا والله راقد البر البارح، بس بشار البر أقسم بالله العظيم البارح راقد البر، كلموني قالوا لي راهي عثرنا عليها الصباح، كلموني جي الأربعة نتاع الصباح، كلموني قالوا لي رانا عثرنا على الطفلة مطيشة بحذا معمل. والمرأة حولت المكان، حولت السيدي صالح. عثروا عليها في سيدي صالح. لا ما فهمتنيش سي مرويني، انت كيفاش سمعت بنتك خطفوها؟ كلمتك المرأة ولا انت موجود في السبيطار وقتها؟ كلمتني انا والله، مشيت لعندي خدمة نخدم فيها وكلموني قالوا لي كيفاش صارت لي زي المفاجأة كبيرة ياسر، ما كنتش نتوقع هكذا من السبيطار الذي شاكر في المفاجأة كما كثير كما هذه. ولا غلب قدر وقدر الواحد الحمد لله. انت سي مرويني عندك صغيرات؟ عندك صغيرات مع البنيه الجديده هبه ان شاء الله يا ربي تراوها صبيه. اي عندي. قداش عندك؟ عندي زوج بنيات ووليد. كبار في العمر ولا صغار؟ قدها ولا اكبر ولا قد فيه؟ لا لا اكبر شويه. اي في بالي عندك زوج بنات. حفيده راهو سامحني يا مدام. سامحني؟ حفيده جدها. انت جدها؟ اي انا جدها لو سمحني. يا سيدي بيسالش الجد هو والد ولا لا؟ اي الوالد. اي ربي يفضلها ليكم يا ربي. بنتي واليوم يظهر لي عندكم الفرحه فرحتين والله ان شاء الله. كاينه تولدت مرتين تسمى. ربي معكم وربي يستركم وربي يكون معكم. مالا يا سيدي مالا فرحها من عندنا، من عند موزايك فام، احنا ما ندخلوش هكاك للدار نتاع والده ونافسه جديده يدينا فارغين. 300 دينار نهديوها لها على راس البنوته الصغيره، ان شاء الله يا ربي يريسونها وتراوها ليله انسى. يعطيك الصحه سي مرويني بنعيفه. خلينا ناخذ الله يرحم الله والديكم ويبارك الله فيكم وربي يستركم. يعيشك يا سيدي. خلينا ناخذ معنا مراسلنا فتحي بوجناح يعطينا اكثر التفاصيل وين نلقاوها بالضبط البنيه. فتحي مرحبا. مرحبا بك جيهان، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا في موزايكا فهم. بتاتر كان يا جيهان كان نبداو نحوصوا العمليه كيفاش كانت هي من امس يعني الاحداث ودرج تقريبا تم الاختطاف الرضيعه هذه اللي قال لي ابوها انه سماها زينب، هي زينب الصغير. تم اختطافها من قسم الولادات مستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وبطبيعه الحال من وقتها دخلت الامور بعضها. سما بطبيعه الحال تم فتح بحث داخل المستشفى، وكيف تم فتح بحث تحقيقي في المحكمه الابتدائيه بصفاقس سنين خلينا نقولوا هنا يعني البحث التحقيقي في جنايه، لانه عمليه اختطاف رضيعه ولا بنيه هو جنايه.
بطبيعه الحال الخدمه الكبيره تركزت يا جهان على شنو اللي زنديس اللي تنجم تقرب باش توصل للمراه المتهمه، لانه كل الاصاف ان امراه كانت موجوده معهم في الاقامه، قدمت هي من لمس كانت موجوده معهم ساعات تتقرب لهم. امس جات للام قالت لها انت مش تخرج اليوم، قالت لها هي مش نخرج اليوم، قالت لها يا راهو مازال عندك مش تعمل التيست نتاع الليزيرين. الام دخلت يعني بيت الراحه، وهي استغلت الفرصه باش هزتها في ساك نتاع يد كبيره شويه، رميت البنايه في الساك وخرجت. بيصير نرجع بعدين التداعيات نتاعها هذه، لان كيفاش خرجت؟ لانه لما حتى احنا ندخلوا لقسم الولادات ولا اي قسم نلقاو برشا عوانا نتاع السيكوريتي موجودين. كيفاش تخرج ببنيه في غادي وما غير ما يتم اعتراضها؟ وهذا في ساك، موضوع في ساك مسكر والبنايه بالزهر لبكيت لحد شيء. دونك افكتيمون لا ثم موضوع بحث، لانه ثم شبهه توتر وتتر اعوان نتاع حراسه في العمليه هذه، ربما التحقيقات مش تجيب. على كل الاشكال الكبير كان على مستوى الكاميرا باش يتبعوا يعني الوحدات الامنيه باقليم الامن بالشاقص، اشتغلت برشا على الكاميرا اللي في السبيطار واللي خارج السبيطار. الصور ثم، خلينا نقول لك ثم صور في البدايه راهي الحقيقه ما كانتش واضحه بالكل. وهذا يطرح مشكل، يلزم ربما ناخذ دي كاميرا اللي تكون موجوده في المواقع تكون تعطي صوره واضحه وكل حاجه. الامن ما كتفش دي، خدموا على دي كاميرا حتى من خارج زاد كيف كيف في السبيطار، وفي الاخر في البارح في الليل يتم التعرف على صوره اقرب صوره ممكنه للوحده الداخلية. وعلى هيك وزاره الداخليه قامت بنشر البارح في الليل تقريبا نحكي الحكايه نتاع ماضي ساعه. بطبيعه الحال وقت تم تعميم الصوره هذه اعوان الامن في كل جهه، كل واحد يخدم في زون معينه في منطقه معينه باش يحددوا باش يسالوا. شرطه النجده بشاقص نقولوا زاد يعطيهم الصحه لانه البارح قاموا خدمه كبيره. خلينا نشير نقطه صغيره برك، انه امس كان رئيس الحكومه موجود يعني البارح في شاقص، وهذا اللي ربما رغم وجود رئيس الحكومه وتامينات نتاعو، لكن زيادة كيف كيف كانوا يخدموا حتى للفجر نتاع اليوم باش يوصلوا لليوم. انا وقت اليوم لقاو نص نتاع الصباح. كيفاش بدات كما قلت لك تعميم الصوره ماضي ساعه نتاع الليل البارح على موقع وزاره الداخليه. العوان شرطه النجده قامت عمليه بحث في زون معينه، حتى لين واحد دلم قلم انه هذه راهي تسكن في سيدي صالح. بدا خدمه كبيره البارح مع الساعتين نتاع الليل اللي تنشيط سيدي صالح والاسئله كل حاجه حتى لين حددوا المنطقه اللي تسكن فيها. المراه هذه يزين كانت يعني مخططه لعملية نتاع خاطفين الرضيعة، علاش؟ لأنها هي خلينا نقولوا هي أصيلة سند لكن مولودة بصفاقس، هي معرسة، هي عمرها من مواليد 93 يعني عمرها 25 سنة ومعرسة من عامين وما نجبتش. دونك أوهمة المحيط نتاعها كان تحضر فيها، أوهمة الأجوار نتاعها أنها حامل وأنها مش تنزل في الأيامات هذه. وهذا بطبيعة الحال باش تعطي لك فكرة أنها كانت تخطط للعملية هذه. الأمن داهم المنزل نتاعها لكن هما يلقاوها وشدوها بطبيعة الحال، وبالتصور كانت واضحة بالكل. دونك هي المتهمة في العملية هذه، شدوا مع الخناق باش يلوجوا الرضاعة وين هي. وقت شفت تصورها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خافت وبالاستعانه برجلها هزوا الطفله لبلاصه بعيده. هي قلت لك السكنه في سيدي صالح لكن خلوها في طريق المطار بعيد برشا في منطقه الصغار، منطقه بين دار ومعمل، لكن يجيين المنطقه سايبه وفيها كلاب سايبه، وهذه تولي جريمه اخرى لانه كانت تنجم على الرضيعه يكروها الكلاب، كانت تنجم يعني في هيك المكان هيك تهجم عليها كلاب سيبه وتنجم تاكلها ولا تنجم تقتلها ولا تنجم تعمل فيها، لان انا نحكي توا اليوم برك راهي عمرها 3 ايام زينب. اي الحمد لله استرها ربي. الحمد لله دلتهم على المكان وهزوها قبل القنطره اللي على الطرق على المستوى الصغار قريب من معتمديه عقارب. هزوا البنيه رجال الشرطه بطبيعه الحال هزوها ديريكت مولس بطرف حصه طبيب وقال الحمد لله انها في صحه جيده. يلقاوها في اللوندو، هي غادي في المكان في اللوندو وملفوفه في كوفيرتا اللي ربما الكوفيرتا اللي ظهر على التصاور اللي بعد مقاومة، وهزوها للسبيطار. وبعد السبيطار فحصت بيه قالوا ان الامور لاباس، سلموها لامها. بطبيعه الحال كانت فرحه كبيره، لكن يا جهان ثم نقاط ربما هي انه يلزم تجديد المراقبه ويلزم زاد كيف عاون الحراسه يقوموا بدور نتاعهم، لانه مش معقول بدات نمشي انا ولا انت ممكن نقول لك تفضل في ناس وكل حاجه وتخرج واحده تكتب من قدامها. ونخرج بصغير وما في قاده.
اكزاكتومون هذه تقريبا هذه التفاصيل. الحمد لله معناها فتحي معناها انت قلت انه المراه كانت محضره السيناريو انه باش تخطف وكانت اوهمت جيرانها بين انها حبله معناها قاعده بتدخل الظهر في روحها تحط مخده ولا حاجه في الظهر زعما كرشه كبيره على اساس انها باش تولد هلية مات. اكزاكتومون باش تولد هلية مات هذه واختفت عليهم في اولامس وامس. ما قلت لك اولامس هي توزت معناها مخطه المراه مخطه بين انها باش تمشي مخطه باش تمشي للسبيطار وباش تسرق صغير على اساس ولدها ولدته مخطة بالضبط وقع ليش وقادة تتودد غادي تستغل فترة متاع الزيارات للقسم الولادات وزيد مرة ما تجيب شبهة في منطقة متاع وين موجودة الحوامل هنا ربما نتصور انه هكا تكون حتى هي معامله كرشه شويه ربما ربطتها حاجه باش توهم باش ما تجيب الشبهه. دونك عند التحقيق هي موقفه يظهر لي هي ورجلها والتحقيق في مازالت التحقيقات متواصله ربما ان شاء الله تكون مفاجاه اخرى ربما زاد معلومات اخرى مش تتكشف لاحقا. لكن الحظ كما قلت انت يا جهان مهمه انه البنيه زينب العمر اليوم ثلاث ايام رجعت لها فرحه كبيره لهم اليوم تلقاو يعني الاربع ونص نتاع الصباح فرحه كبيره ولاده جديده وليدة جديدة لزينب مرة أخرى. فتح يعطيك صحة مراسلنا من صفاق تحية ليك واللي يسمعوا فينا الكل مبروك عليها زادة زينب هذية 300 دينار من عند موزايك فام. هي حتى شيء قدام الأخبار الباهية ما حابينش ندخل على ملايكة ما تعرفوا مش مليح ندخل على ملايكة يدينا فارغين. سيسخوك تصويت ونكمل معاكم للحداش. سمارتفون